كان حلم عمري ان انا اقابله واشتغل معاه، بس يا خساره نص الحلم الاولاني بس هو اللي اتحقق. الله يرحمك يا جو. مصطفى سلامه، انا من مصر. يوسف شاهين بالنسبه لي عبقري، يعني من اعظم المخرجين الموجودين على الارض، يعني الله يرحمه يعني. بس للاسف طبعا ربنا ما ارادش ان انا يبقى عندي النصيب ان انا اقدر ان انا اشتغل مع العملاق ده يعني. التمثيل بدأ معايا من ساعة ما كنت صغير. فاكر أول مشهد قلدته كان مشهد للفنان الجميل رشدي أباظة الله يرحمه. إيه رأيك في الخاتم؟ حلو؟ المشهد ده أنا كنت هترفق بيه في المدرسة بسببه. السنة اللي فاتت أنا ظهرت مع الزعيم أستاذ عادل إمام في مشهد واحد بس كان قدامه طبعا. أنا آسف يا دكتور بس حضرتك ممنوع من السفر. يعني إزاي؟ الاسم ظاهر على قوائم الممنوعين من السفر يا دكتور. انا ممكن اكون بهتم بالفاليو، القيمه الفنيه بتاعه العمل اللي انا هقدمه، ده بيهمني جدا يعني.